قالت الفنانة مريم حسين لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عبر تطبيق سناب شات أن أكثر شيء ندمت عليه في حياتها هو كشفها لتفاصيل حياتها على السوشيال ميديا. وكانت الفنانة تنشر كل كبيرة وصغيرة على حياتها الشخصية والفنية عبر تدوينات أو فيديوهات، وقالت بهذا الخصوص: يسألني البعض عن الأسباب التي جعلتني متحفظة مؤخرا بخصوص أمور الشخصية، في الواقع كان يجب ألا أنشر تفاصيل حياتي، ولكنني كنت صغيرة السن ولم أتعلم الكثير من هذه الحياة، لذلك أنا الآن نادمة أشد الندم على العديد من الأمور. وأضافت قائلة بحسرة: اقتنعت حاليا أنه لا يجب أن أتقاسم مع أي كان ومع الناس كل الأشياء المتعلقة بحياتي الشخصية. وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أصبح الأمر مملا وسخيفا. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.